رح يقتلوني، رح يتقم، رح يقتلوني، مش رح يخلوا شي فيني، رح يموتوا الشباب. بلشوا التحضيرات. غادة غدغد أندر كفر. فرجيهم الشباب اليوم شو رح أعمل فيهم. فيني أخذ سيلفي؟ قولك حلو؟ خفتي؟ ليه خافت؟ ليه خافت؟ بما انه انا الي اسبوع خاطفة درة، فقررت انا اني قبل ما ترجع ما رجع درة بكرة، اني اعمل درة، اني اقتلها. هيدا اللي حاف تبع درة. شباب رحت تخوفهم، لقيت الاستاذ مينا فايق، الاستاذ إلي عم يكتب بالضلمة، شين عم يشوف هو كتير عم يعني يكتب بالضلمة. سو مينا حس فيني. حرام عليك، ليش ما خليتني؟ احنا هلا رح ننطر لساعة 2 حديت ما يطمنوا، وبرجع اعمل المقلب مرة تانية تزبط.